ماتش السوبر الافريقي ما بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، يعني طبقا للوائح المفروض المباراه في القاهره. نعم. الاهلي بطل دوري الابطال، وطبقا للاجنده اللي حددها الكاف في اول هذا العام ان المباراه في شهر 8 في اغسطس. ولكن لما جه توقيع الاتفاقيه ما بين الاتحاد الافريقي والمملكه العربيه السعوديه، الاتحاد السعودي لكره القدم، الاتفاقيه فيها تفاصيل كتير يمكن احنا كشفنا جزء منها من خلال يلا كوره يا كريم في الفترات الاخيره. ولكن بما ان احنا خلاص بقى مقبلين على بطوله جديده للاهلي، والاهلي دلوقتي اصبح طرف اصيل في لقاء السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه الجزائري، اصبح لزمن علينا نقول لكم ان خلال الشهر اللي جاي ممكن يكون في تعديل، لان اتفاقيه الشراكه اللي ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد السعودي بتتضمن اقامه السوبر الافريقي في المملكه العربيه السعوديه. واعتقد اتفاقيه مشابهه للاتفاقيه كانت مع دوله قطر. ما هي هي بالظبط كده. فيبدو ان احنا خلال ايام قليله جدا هيتم الاعلان عن تنفيذ بنود هذه الاتفاقيه، والتي على راسها بالتاكيد اقامه اول نسخه لكاس السوبر في السعوديه. ومن حسن الحظ للاشقاء في السعوديه يعني الاهلي. يعني صحيح. الاهلي لما يروح السعوديه طبعا ايا كان الملعب اللي هيتلعب عليه هيمتلى عن اخره. صحيح. حتى اتحاد العاصمه برضو الجزائر ليها يعني ليها جاليه كبيره في السعوديه. فاقامه المباراه في السعوديه انا شايفها يعني كنسخه اولى خطوه جيده جدا.